مساء النور على الفنوش. يا مساء العسل على السكر. منورنا ومكترنا ومشرفنا. مكترنا أكتر من كده. ما أفورنا بقى. طيب عايزين بقى إيه نبتدي حلقتنا كده؟ إن أنا بحب أرجع لفترة الطفولة. ما شاء الله. ما شاء الله. فكلمني عن فترة طفولتك. كنت شقي؟ كنت هادي؟ كنت شقي بس كنت يعني كنت شاي بس كنت لذيذ يعني. عارفة العيال اللي بيقعدوا في آخر تختة في الفصل دول؟ عارفينه. بس المدرسين كانوا بيحبوني يعني. يعني شقي وبعمل شقاوة بس يعني شقاوتي مش مضرة، مش غلاسة يعني. إيه فيها هزار طول الوقت، فيها خف الدم طول الوقت. أقلد المدرسين يعني. كنت قدامهم ولا لزمايلك؟ لا لزمايلي طبعا، بس طبعا زمايلي في منهم فتن عليا. فكان في مدرسين يقولوا لا تقلدنا بقى قدامنا، وكنت بقلدهم عادي يعني. طب قول لي يا احمد، انت يعني عرفت ان انت كنت بتتنقل ما بين مدارس كتيره، ده ليه بقى؟ بصي انا ما كنتش بحب المدرسه تبقى بعيده عن البيت، فاهمه؟ انا ده نوع من الانتخه يعني. انا انتوخ. لا انتوخ فوق الوصف بجد؟ يعني حياتي عباره عن كنبه وكل حاجة حواليا يعني. مفيش حاجة يعني، لازم يبقى فيه مية، ترمس شاي. دي غريبة على عكس يعني. أصلا أنا زيك كده، مع أننا يعني نفس الرشاقة، فمش فاهمة ليه إحنا كده. ما هو الرشاقة هي اللي عاملة فينا كده، هي اللي عاملة فينا بهدلانا. فما كنت دايما أعمل لهم مشكلة في البيت إن أنا عايز أروح المدرسة القريبة دي، فيحاولوا بقى ينقلوني من خلال الوزارة أو يعني مش فاكر كان من خلال إيه، بس أبويا الله يرحمه كان بيتصرف يعني. وما كانش بيصعب عليك زمايلك والعشرة وكده؟ لا المهم المدرسة قريبة. لا عشرة هعملها مع أي أحد. يعني أي حد هيبقى قريب مني هعمل معاه عشرة يعني. لازم العشرة تبقى على بعيد يعني، مش لازم تبقى بعد عشرة. طب ماشي. طب قول لي أنت كنت سمعنا كده إن أنت كنت عازف وأنت صغنون. كلنا كنا حد بيتجوز. لا أنت بالذات. لا مش عازب، عازف. مولود متجوز. أنا قلت إيه عازف وأنت صغنون يعني؟ لا. كنت عازف. كنت عازف بس مش آلة موسيقية، مش أورج بتاع، كنت طبلة. الطبل جامد جدا. انا بحب الطبلة قوي، بحب الايقاع. يقال ان انا بطبل كويس يعني، يقال ان انا طبال شاطر يعني. ولغايه دلوقتي انا من ما الاقي طبلة اروح ماسكها كده، في ناس تتفاجئ ايه ده انت بتطبل حلو وبتاع. طب ما تطبل لنا على الازاز شويه وانا هرقص معاك. هترقصي؟ هرقص معاك. انت ما تعرفنيش. يلا بينا. بس على الازاز ازاي؟ الازاز مش نافع. اهو مفيش. تديني الرعشه؟ عايز الرعشه؟ يعني مستك انك بتعملي كل حاجه وانت قاعده. ايوه هبعت ارعشي وانت قاعده. ده الرقص الحديث، ده الرقص المكتوب اللي هو الجوه. انت حاسس انك بترقص من جوه بس. أيوة على ما يوصل للناس بيكون فيه اهم حاجه على فكره حاجات كتير خبته. يعني هو الهيكل العظمي اللي جوه بيرقص، لكن في كتل بقى حواليه هي اللي مدارياه. مدارياه الهيكل نفسه. ان شاء الله توصل. هم حاسين، هم يعني اكيد حاسين. حلوه الرعشه، حلوه. قول لنا بقى اوحش حاجه عملتها وانت صغير. اوحش حاجه عملتها وانا صغير؟ والله بصي انا يعني مش عارف افتكر حاجه وحشه قوي، انا طفل لذيذ قوي يعني. لا بس سرقت الاكل من الثلاجه، ما انا واخده بال. ضربت على فلوس الدروس. مثلا مره ماما ما حطتش مشمع فانت كنت نايم متقل في الاكل فصحيت لسوعتك. حاجات كده الجميله اللي كلنا عدينا بيها. بصي في من ده كتير يعني. يمكن اصعبهم عليا المره الوحيده اللي ابويا ضربني فيها، اللي عرف ان انا بشرب سجاير. ده كان بدري وانت طفل صغير ولا مش طفل صغير قوي يعني؟ كنت مثلا في اعداديه، ثالثه اعدادي. طب مين اللي وزك بقى؟ ايه؟ مين اللي وزك؟ صاحبه؟ بيقعد معاه على القهوه. واحد صاحب باباه. صاحب بابايا. انا بحسك بتقول واحد صاحبه على نفسه. لا. وراح قال له، انا الراجل ده قعدت مثلا خمس ست سنين كل ما اشوفه ابص له شزرا كده، اللي هو يعني
انت يا فتان. لان انا بقول لك يا فتان اخدت قلم، انا ابويا مش متعود انه يضربني، وكان دايما يزرع جوايا الحكايه دي، مأثرة عليا مع اولادي دلوقتي ان انا مفيش ضرب، ما اقدرش اضربهم. ما اقدرش اضربهم يعني. فدي كانت اول مره اتضرب فيها، ان انا بشرب سجاير وداخل البيت عادي بقى زي كل يوم مش في دماغي. فلقيت بابا بيقول لي تعالى، فانا رايح بقى بكل ثقه عادي. ولقيت ألم يا شيماء نزل على وشي، والله العظيم ما انساه لغايه النهارده. ألم يا عيني، لدرجه ان انا بعد كده بقى لما كبرت ودخلت المعهد وبقيت انزل اسكندريه عشان ازورهم كل اسبوع، كان لازم انزل كل اسبوع، كان وبدات اعتمد على نفسي الى حد ما يعني. فبابايا قال لي، بقول لك كنت كل شويه بقى ايه في رمضان اخلص فطار واروح على البلكونه اقعد معاهم شويه على البلكونه على طول. فقال لي تعالى اقعد. قال لي دلوقتي انت بتعتمد على نفسك وانت كبرت وانت حر، ده قرارك ومسؤوليتك وانت اللي هتاذي نفسك وهتاذي. انا بالنسبه لي لو عايز تشرب سجاير قدامي ايش، والله ما حصل لغايه ما توفى ولا سجاره ولا نفس. لدرجه هو اللي قال لي، قال لي يا ابني خلاص يعني انا بقول لك. قلت له ما اقدرش والله العظيم ما اقدر يعني، انا لو اقدر عادي بدل المشوره كل شويه على البلكونه كل شويه على البلكونه، لكن انا من جوايا انا ما اقدرش اعمل حاجه زي دي بصراحه يعني. فكرتيني بكل بلاويه وانا صغير ما شاء الله. لا لسه فاضل الموزز. الموزز اكيد كان في حب اول ونظرات. مظبوط مظبوط، حصل. حصل. واذكر موقف في الحكايه دي دمه خفيف قوي. احكولي. انا بتكسف قوي يعني، خجول شويه يعني، فاعترفت لواحد صاحبي. دي كانت غلطة عمر. لانه راح قال لها ان هو بيحبها. يلا هو اللي بيحبها. وانت عملت ايه؟ ولا حاجه، ربنا نصرني وهي قالت له لا انا بحب احمد. فانا يا سلام. حسيت ان انا يعني الدنيا اتفتحت لي يعني. طبعا كلها حاجات بتبقى. وهو اللي جه حكى لك؟ لا هي. هي؟ دي جريئه قوي. هو دي كانت مستنيه. صدمته وقالت لي بقى انا كذا 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 وفلان قال لي كذا والقصه راحت بقى لحد فين؟ ما راحتش ولا حاجه على طول. سندوتشين كبده بنهايه وشكرة. المسرحيه خلصت. ماتت البطل. قابلت بولين اللي مكتوبه مكتوبه لك يا بولين. طب قول لي، انا عارفه ان انت مدمن بلاي ستيشن ولحد دلوقتي، كان زمان بقى ايه الالعاب التانيه اللي بتلعبها غير البلاي ستيشن؟ وامتى بدا الادمان بتاع البلاي ستيشن ده؟ بصي، ادمان البلاي ستيشن بدا من حوالي 10 سنين. قبل بقى يعني ما كناش بقى وصلنا للبلاي ستيشن 4 والدلع اللي احنا فيه ده. التطور. يعني بس انا بادئ من ايام الاتاري يعني. من قبل البلاي ستيشن كان الاتاري. الاتاري دي خلي بالك برضو تساعد على الانتخه. ما هي انا كل يعني انت قاعد ده اخرك يعني. انا لما بيقولوا لي ايه الرياضه اللي انت بتمارسها يعني، بقول لهم هي البلاي ستيشن. مفيش احلى من انك تمارس رياضه على الكنبه. بمرن صوابعك. تحسي صوابعي خاسه شويه. عايز اكبر الباي وانزل التراب. انا بيضايقوني دول قوي قوي. طيب عايزين نروح لصلاح جاهين. نروح لصلاح جاهين. بص شوف قلب ازاي بعد ما كان كده. الحب بقى. كلمني بقى. ده من الكتب اللي انا قريتها وانا صغير، كان كتاب رباعيات صلاح جاهين. كان في كتابين، كتاب اسمه رباعيات صلاح جاهين وكتاب اسمه اشعار العاميه المصريه. لقيت كلام منسق وموزون وحلو وبسيط، ومش اي حد يعرف. وهي دي المرحله اللي انا قعدت امسك القلم واحاول اكتب كلام بس طبعا فشلت فشل ذريع يعني. قعدت اقرا بقى عن صلاح جاهين كتير جدا. شفت ان ده فيلسوف عصره يعني، مش شاعر عادي، لانه ما كانش بس شاعر، ده كان شاعر ومنتج وممثل وملحن وممثل يعني، عمل كل الحاجات اللي ممكن يعملها فنان. فكان بالنسبه لي صلاح جاهين ده معجزه من معجزات الزمن يعني. وتمنيت في مرحله من مراحل حياتي بعد ما بدات امثل يعني، ان انا اعمل سيره ذاتيه عن صلاح جاهين، ان انا اعمل قصه حياه صلاح جاهين في مسلسل. وما زال الحلم معايا يعني،
مكمل معايا لغايه النهارده. يعني عندي احساس ما ان شاء الله ان في يوم من الايام هعمل، لان في جيل كامل ما يعرفش مين صلاح شاهين، وده صح. عيب، عيب مش عيب فيهم، عيب في حقنا احنا. صح. احنا اللي لازم نعرف الناس قيمه الراجل ده، ونعرف الناس مين هو صلاح شاهين وعمل ايه. ده عمل كل حاجه، حاجات كل الحاجات الحلوه، كل حاجه يعني. وحتى على مستوى النجوم. صح صح. نرجع لأحمد رزق الشاعر، وتجيب لي رباعية من رباعيات صلاح جاهين وتعيد تألفها على شوشو، تقول إيه؟ على شوشو؟ على شوشو يما، على شوشو. الراجل يعني مش عايزين نأذيه الراجل. لسه بنقول عايزين، والمشكلة عايزين نكرمه وعايزين يعني. لا دي حاجة صغنونة. على شوشو دي اجيبها ازاي؟ على شوشو يعني مثلا لو قلنا بتاعت يا طير يا عالي في السماء. طب ما هو ده اللي جبتيه لنفسك. هي اصلا بتقول يا طير يا عالي في السماء طز فيك يا شوشو. بس كده وزناها. كده موزون قوي. بص يا احمد، والله العظيم انا مبسوطه جدا في القعده معاك، وسبت الاسئله ورحت لاكتر حته انا بحبها. بس مضطرين نروح فاصل ونرجع بسرعه، واستنونا ولسه مكمل معانا النجم العسل احمد رزق. رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين مع خفة الدم والعسل والشربات الفنان الجامد جدا العسل أحمد رزق. انت العسل حبيبي. والله انت العسل. احنا دلوقتي عايزين نلعب معاك لعبة، بس هي لعبة حويطة شوية، يعني عايزين ناخد منك إجابات صريحة بس يعني بشكل لا. اوكي. اللعبة دي اسمها كلمة ونص. ماشي. ومش هينفع ما تردش. اوكي؟ اوكي. مش هينفع. ماشي. ماشي. أول سؤال، قول لي ايه الدور اللي انت اعتذرت عنه وندمت عليه؟ فيلم مواطن ومجبر وحرامي. كان دور المواطن، كان اخراج استاذ داوود عبد السيد، ومن المخرجين اللي انا كنت بتمنى اشتغل معاهم. طب. ولما جالي الدور ده كانت التوقيتات صعبه، كان عندي حاجه تانية بعملها وما عرفناش نوفق، وندمت ان انا ما عملتوش. ايه اوحش صفه بتشوفها في الجنس اللطيف؟ ها؟ لا لازم تقول. الزن. الزن. مش النكد. لا لا، الزن. الزن، ما هو الزن بيجيب نكد بعد كده. طب ليه الزن ما بتحبش الزن ليه؟ لان انا ليه الزن ما مش بتحبه؟ أنا يعني ايه ما بتحبش الزن؟ اتفضل اتفضل. مش فاهماك يعني. اتفضل. وبعدين لو واحده بتزن عليك بقى عشان كده بتحبك ومهتميه بيك، يبقى ليه ما بتحبش الزن يعني؟ فيها ايه لما تطلب منك حاجه وانت تعملها لها؟ ايه ايه وحشت الزن يعني؟ ايه وحشت الزن؟ لازم تخليها تقعد تطلب الحاجه مره واثنين وثلاثه. انت لو بتحبها كنت عملتها من اول مره، يبقى هي زنت عليك في ايه؟ خلاص خلاص. لا الزل دي حاجه بايخه قوي قوي يعني. طب قول لي ايه اكتر حاجه بتستفزك؟ اكتر حاجه بتستفز، قال لك الزن برضه. اكتر حاجه بتستفزني النفاق، بالذات في مهنتنا يعني. يعني نفاق مستمر طول الوقت. طبل. اه، وتلاقي نفسك يعني ايه. انا بحاول ما بعملش الحكايه دي، وللاسف ساعات بضطر يعني، بس انا ما بسموهوش نفاق يعني. انا اللي انا بلجأ له يعني، وببقى متضايق ساعات ان انا بعمله، ان حد من زمايلي يجي ياخد رايي في حاجه، في عمل، في عمل، ومثلا يكون العمل لسه بيتعرض، فيلم لسه في السينمات، يعني ما اقدرش اقول له رايي بمنتهى الصراحه يعني، وحش. الا اذا كان رايي فعلا حلو فهقوله له تماما يعني. لو عندي شوية تحفظات ممكن ما أقولهاش يعني، ممكن أقول له لا والله لذيذ، أو أقول له ما اتفرجتش. يعني بضطر ألجأ لطريقة. إنما أنا المشهد اللي كنت كان جميل. مرة قلت لواحد صاحبي والله لا ما اتفرجتش، قال لي إزاي؟ وراح واخدني في عربيته مفرجني وأنا شفت. أنا شفت.
مش عارف. والمصيبة اني شوف قعدت اتورطت. طب قول لي لو لقيت مصباح علاء الدين وليك امنية واحدة تتمنى ايه؟ ان ربنا يحفظ لي ولادي. يا رب يا رب, يا رب. ربنا يخليهم. طب بمناسبة الولاد, ما كانش نفسك يبقى عندك بنوتة بما ان انت ما شاء الله كلهم ثلاثة اولاد؟ والله بص يمكن الحكاية دي ما استهوتنيش قوي يعني, طبعا لو كانت جت بنوتة يعني كنت هبقى مبسوط جدا, لان دايما البنت بتبقى روح باباها يعني. صح. بتدلع باباها اكتر ما تدلع مامتها, والعكس صحيح يعني, الولاد دايما بيبقوا ميالين ناحية مامتهم لانهم بيخافوا من باباهم, والبنات العكس. لكن في النهاية الحمد لله انا ربنا رزقني بثلاث ولاد, انا شايف فيهم كل حاجة يعني, حنية البنات حتى بيدلعوني بشكل انا يعني مش قادر اتخيل امال لو بنت كانت هتعمل معايا ايه. طب بيردوا عليك ولا بينفضوا زي مامتهم؟ بيردوا. لا بيردوا, لا بيردوا, وهم اهم حاجة في حياتي. طب قول لي لو انت ما كنتش ممثل كنت تحب تبقى ايه؟ كان كنت هبقى حاجة ليها علاقة بالفن برضو, بس ايه هي ما اعرفش بقى يعني. يمكن الحاجات اللي انا تهت فيها وانا صغير دي شاعر, رسام, مزيكاتي, حاجة كده, لكن ما اعتقدش. ده انت تتمنى تقعد تبقى بيع في كشك زي اصلا, كان حلم حياتي ابقى من الناس اللي بيبيعوا في كشك دول. لا والله العظيم, والله دي قاعدة وانتخة كده ما بتعرفش. خد الفلوس, هات البتاع, خد البتاع, ولو قعدت عمالة تروش تاكل في النص. والكشك بيخسر. الكشك ليه يا جماعه؟ الكشك بيخسر بالظبط. انت واكله 30 بوزو لوحدك. ولو مثلا كنت هشتغل جوه السينما برضو كنت ابقى بوفيه. طبعا هات الشاي اشرب شاي. بس لا, بس البوفيه ده رايح جاي. لا ما انا ما كنتش انت على النصبه بقى. انا اللي انا على النصبه. انا بالظبط اللي هنصب. بتعملي اللي هنصب في النصب. سندوتشات بقى وشاي وقهوه, وكنت هتظبطي نفسك. بالظبط هظبط الناس. قول لي لو قدامك تليفونين, واحد بتتصل عليه مامتك واحد بتتصل عليه مراتك, ولازم ترد على واحد منهم, هترد على انهي تليفون؟ هرد على مامتي. تقول لها استني يا ماما عشان مراتي بتكلمني. اطمن بس الاول يعني. طبعا الله يرحمها, بس لو هي عايشه حصلت المكالمه هبقى يعني ايه عايز اطمن على 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 مامتي يعني. اصل في النهايه يعني الام دي حاجه كبيره جدا, احنا ما بنقدرهاش غير لما بتروح. صح. يعني احنا ما بنعرفش قيمتها غير لما بتروح. فانا لو اتحطيت في الموقف ده, لان في النهايه ممكن مراتي يبقى عايزه تطلب مني حاجه وعايزه تبلغني بحاجه, هوصل لها يعني, هخلص المكالمه وهكلمها. لكن الام دايما بيبقى عندك هاجس كده اللي هو ايه, لا تكون تعبانه, لا يكون في حاجه, لا تكون محتاجه حاجه. لكن فهرد على امي الاول. ربنا يرحمها يا رب. أمين. ويخلي لكل الناس امهاتهم. أمين. طبعا. طب قول لي ايه اوحش عيب في الست المغربيه؟ العصبيه. عصبيين قوي معظمهم يعني, معظمهم بما فيهم مراتي يعني. عصبيين, عصبيين قوي قوي يعني, حاجه يعني. بس ساعات بتبقى محتمله وساعات يعني انا بالنسبه لي ما بتبقاش محتمله, في ساعتين من اليوم كده انا عندي فيهم مشكله. انا بطبعي يعني, يمكن عشان عشت لوحدي كتير. اوعى تقولي اللي اول ما تصحى من النوم. اول ما اصحى من النوم. والمصحف انت شبهي جدا. لا انا شايفه ان زوجتك يعني الحقيقه يعني تريح شويه عشان الكونتراست هنا جامد بصراحه. ما بطقش صوت عالي خالص. يا كلام فيه حب ودلع يا اللي احسن. طب قولي بالنسبه لك الفلوس اهم ولا الشهره؟ والله بصي انا مش عايز اجاوب اجابات تبان ان هي حالمه يعني, لان هما الاثنين زي بعض يعني, الفلوس والشهره مرتبطين ببعض. لكن يعني انا ساعات بتمنى ان ما ابقاش مشهور. يعني ساعات اخد ولادي مثلا ونقضي يوم في مكان, بيبقى حلم حياتي ان انا اتمرمغ معاهم في النجيله وفي الارض واركب معاهم مراجيح ومش عارف اعمل كده. صح. فانا يعني الحمد لله على نعمه الشهره, عشان طبعا برضو ان محدش يفهم ان انا يعني دي حاجه الواحد كان بيحلم بيها في يوم من الايام يعني. انا كان حلم حياتي ان انا حد يعرفني وانا ماشي في الشارع ويسلم وانا معجب بحض يعني, دي كانت احلام في يوم من الايام, فلما تتحقق النهارده لازم نحمد ربنا عليها. صح. مبدئيا يعني. لكن ساعات الشهره بتخليكي تتصرفي تصرفات انت مش مقتنعه بيها يعني,
انت مثلا متضايقه زعلانه عندك حاله وفاه والناس مش ما تعرفش صح. يعني ما حدش يعرف عايزه انزل النهارده متضايقه يعني مش عايزه اتكلم مع حد مخنوقه جدا فلازم تضحك بالزبط. قوي فساعات الشهره ما بتبقاش هي الواحد يسعى لها قوي يعني لكن انا طول الوقت بسعى ان انا اعمل حاجه حلوه يعني جابت فلوس جابت شهره جابت قماش هي زي ما تجيب لكن في النهايه المهم اعمل حاجه انا مقتنع بيها يعني لو جالك مثلا دور مهم جدا وحلو جدا بس مش تاخد فيه فلوس خالص هتعمله عملتها قبل كده يعني بجد طيب قول لي صاحب من الوسط الفني طلع ندل صح ما عارفينه ولا ايه لا هي اصلي مش لدرجه ندل وحتى لو في صاحب من الوسط الفني طلع ندل انا مش هينفع اطلع ندل واقول عليه طب قول لي واحد طلع غير توقعك واحد طلع ايه غير ما انت كنت متخيله يعني كنت متخيله يطلع مثلا صاحب جدع قوي ويعني مش جدع لا هي هي عايزه توقعيني يعني مع الناس لا يعني قول لي بقى لا والله ما في يعني ما اقدرش طب واحد طلع جدع قوي واحد طلع جدع قوي لا كتير انا قلت اسم واحد هبقى بظلم ناس تانية يعني طب واحد طلع بخيل ولازم تقول بقى مش معقول كده واحد طلع بخيل يعني اول ما يروحوا مثلا تبقوا خارجين مع بعض مثلا وهيعزمكم كلكم في الاكل ما بلاش تلاقيه عمل ياله ايوه يا حاسبته ايوه لحد ما يطمن ان الشيك الدفع يجي بقى بقى يعني اقول لك ايه طيب لا ما احنا بنهزر معاه عشان هو يعزمنا المره الجايه فعادي بالهزار والله عادي يعني عادي اقول لك طلعت زكريا عادي بلاش 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 لا بلاش اقول بلاش اقول ولا مكالماته كتيره مره عزمنا في البيت في رمضان ورحنا له قبل المدفع بحوالي ساعه الا ربع كده فبدا يسالنا ها تفطروا ايه تفطروا ايه انت لسه جاي ده نص ساعه طلعت على يعني ما يصحش قال لا والله ما اصل يعني طب نطلب نطلب الله اطلب يا عم احنا صايمين اطلب ما فيش وقت خلاص نص ساعه فراح طالب اكل سمع صوت الموتوسيكل بتاع الاكل جاي واتمنى ان الحكايه دي تبقوا تشيلوها في المونتاج لا لا اختفى طبعا وبعدين ايه يختفي بقى افتح انت الباب انتوا اصحاب بيت يعني لا اختفى اختفى يعني دخل اوضه جوه بيصلي المغرب بقى انت عارف بقى قبل ما اذان يدا واحنا ايه مش يعني مش نعديها ونفتح وناخد الحاجات ونحاسب وبتاع لا يا طلعت يا طلعت مش طلع في الاخر فتحت انا الباب واخدت الاكل وحسبت وحطينا الاكل على السفره وهو طالع بقى من الاوضه يوسف مهروش قوي يعني فاهمه مهروش قوي يعني بس يعني عملنا معاه حاجه قاسيه جدا يوميها ما كلش كفتايه هي برضه كانت كفته اصل انا كنت برده في البيت قلت لك مش شعري بيت انا برضو كنت في البيت وبعدين كنت معزومه على الغداء وفجاه واحنا هناك فقامت خناقه والاكل قدامنا على السفر كل انت بقى والناس بتتخانق فانا بقى جعانه وتلاقي واحده بيغمى عليها وواحده رايحه ويعني خلاص بص احنا نطلع فاصل قبل ما نخسر اصحابك في القعده الاعترافيه دي هنروح لفاصل ونرجع لكم تاني استنونا رجعنا لكم بعد الفاصل وربنا يهدي الامور وما تحصلش مشاكل بعد الحلقه دي ربنا يستر دلوقتي يا احمد هنلعب معاك لعبه اسمها ماذا لو ماشي اوكي اوكي هنعرض عليك صور ونسالك سؤال وانت لازم تختار صوره من الصور ماشي أوكي؟, اوكي السؤال الاولاني
لو عندك بطولة فيلم كوميدي ولازم تختار فنانة واحدة من الفنانات دول تبقى هي البطلة قدامك، تختار مين؟ دنيا سمير غانم ولا نيلي كريم ولا ياسمين عبد العزيز؟ بص أنا بحب التلاتة يعني، بس طالما في اختيار هيبقى وفيلم كوميدي هيبقى دنيا سمير غانم. يا دودي أنا عايزة أقول لك إن دودي معانا في كل الحلقات يعني ما شاء الله، هي ما شاء الله. لا هي أصل هي كمان موهبة يعني غير عادية بصراحة يعني، بتمثل حلو قوي الحمد لله، بتغني حلو قوي صح، وفي التمثيل تراجيدي ماشي كوميدي ماشي يعني بسم الله ما شاء الله، عجينة موهبة كده طلع منها دنيا سمير غانم. صح صح صح. طيب السؤال التاني، لو هتتحول لشخصية من الشخصيات دي تختار مين؟ ماشي، صلاح جاهين ولا الباتشينو ولا زي عادل امام؟ ثلاثة مش عاديين يعني، يعني ايه اتحول بس مش فاهم، يعني هتبقى انت الشخص ده؟ عادل امام يا سيدي. مع كل حبي لصلاح جاهين بس يعني في الكارير بتاعي في شغلتي لو في طموح لمكانة كبيرة فما فيش أكبر من مكانة عادل إمام في مصر في الوطن العربي كله طبعا. طيب عايزين نعرف مين فتاة أحلامك وانت صغير من الفنانات دول، نجلاء فتحي ولا ميرفت أمين ولا سعاد حسني؟ هي مفيش غير احلى التلاته الحقيقه صح يعني. الموضوع يعني موضوع صعب انا عارفه، بس معلش بس يعني هقول لك، وانا صغير كنت بعشق ميرفت امين، كنت بحب ميرفت امين قوي يعني بصراحه يعني. طب ايه اكتر فيلم كنت بتحبه لها؟ بلاش الاسئله المحرجه دي. لا لا قول لنا. لا لا بلاش الاسئله المحرجه دي. لا هي عملت مجموعة أفلام في الفترة اللي أنا كنت فيها صغير، بسم الله ما شاء الله قمر مش عادية. أعظم طفل في العالم؟ اشمعنى أعظم؟ حاساك بتحبه. لا كلنا كنا بنحبه واحنا صغير. أنت مالك أنت وأنا الحاجات. طب احنا ماشي، أنت مالك أنت؟ لا ما أنا بسألك أنت وأنا أنا كنت اسمها بجاوب لك أنت. أيوه. طيب احنا كده عرفنا فتاة احلامك وانت صغير، فتاة احلامك بقى وانت كبير مين؟ مين؟ اختار، هيفا ولا مايا دياب ولا صوفي نار؟ اللي بتطلع شرار ورقصها جبار. اختار يعني ها؟ هيفا يا سيدي. على هيفا. هيفا. طيب لو عايزين نعرف مين نجمك المفضل من النجوم دول تختار مين؟ الفنان نور الشريف ولا الفنان محمود عبد العزيز ولا الفنان احمد زكي؟ بصي انا الثلاثه بالنسبه لي يعني يمكن ده اصعب اختيار انا اتحطيت فيه. الله يرحمه. يعني استاذ نور الشريف له معزه خاصه عني، بعيدا عن انه نجم كبير وموهبه غير عاديه، لكن من اوائل الناس اللي انا اشتغلت معاهم كان مسلسل الرجل الاخر، اول مسلسل اعمله اساسا في حياتي، فهو له في قلبي حتايه كده. استاذ محمود عبد العزيز بلدياتي اسكندراني طبعا، ربنا يرحمهم. الله يرحمهم. وطول الوقت كنت انا بحب خفه دم محمود عبد العزيز، بحس ان هو الممثل الشاطر ابو دم خفيف، اللي هي الحته اللي انا نفسي العب فيها يعني. احمد زكي بقى يعني ده كان حلم حياتي، للاسف هو ما حصلش يعني، ان انا امثل قدامه يعني، وكنت خايف من اللحظه دي لو جت، لان كنت متاكد اني مش هعرف امثل. لان احمد زكي عنده عينين مش عاديه يعني، وانا بتفرج عليه من خلال الشاشه بقى بسرح. صح. فما بالك لو هو واقف تخترقك كده. تخترقك انت يعني. فالاختيار بصراحه يعني لو في استثناء. لا لازم تختار، لا اما تخترق. احمد زكي. احمد زكي. الله يرحمه.
طيب لو انت ما كنتش متزوج كنت تختار تتجوز من انهي جنسيه؟ في جنسيات اختار؟ اه مصريه ولا لبنانيه ولا مغربيه؟ انت عايزه ايه النهارده؟ يعني انت عايزه توصلي لايه يعني؟ ولا حاجه. بص انا عمري ما فكرت في الموضوع ده ومش فارق معايا. ما احنا بنفكر لك. مش لازم تفكر. يعني انا مش فارق معايا والله فكره المغربيه ولا مصريه ولا لبنانيه، لان في النهايه الجواز ملوش علاقه بالجنسيه. يعني الجواز له علاقه براحه قلب، بواحد حد تعرفي تاخدي وتدي معاه، وحد تعرفي تتكلمي. فانا عمري ما هتجوز بناء على جنسيه، يعني مش دي المواصفات اللي، يعني مش هنقول مثلا اصل الست المصريه وشك في الحيط وقفاكي ليا. مفيش حاجه اسمها كده. يعني المصريات فيهم كويسين وفيهم وحشين، اللبنانيات فيهم كويسين وفيهم جامدين. والمغاربة هكذا، لكن مش هختار بناء على جنسية أبداً. لازم تختار. ايه رأيك؟ خد القرار. انا اقول مغربية عشان انا كده كده هروح. بس الناس اللي بتتفرج علينا فهمت انا ممكن اختار ايه. هما فهموا. اه احنا واخدين بالنا. موت بالكب بالنية. طيب لو كنت لاعب كورة تكون مين من دول؟ الخطيب ولا ابو تريكه ولا حسام او ابراهيم حسن؟ انت مش عارفه مين طبعا. اكيد واحد منهم. يعني هما الاثنين واحد. الخطيب طبعا. الخطيب طبعا، لان يعني جمع كل الحاجات الكويسه، يعني على المستوى الرياضي لعيب مش عادي، يعني لان كمان الكوره في الفتره دي كانت مختلفه عن دلوقتي، فهو بيعمل المهارات والحركات اللي ممكن تبقى سابقه عصرها زي ما بيقولوا. وعلى المستوى الاخلاقي براحتك بقى، يعني صح. بيبو يعني لا غبار عليه. آه طبعا يعني. طبعا. طيب قول لنا مين من دول نجمك المفضل؟ يعني لو هو ده اللي هيبقى البطل اللي معاك الفيلم اللي جاي، تختار كريم عبد العزيز ولا احمد السقا ولا احمد عز؟ طب يعني انت طالما قلتي هيبقى يعني نبقى مع بعض في فيلم، فانا هختار كريم لاني ما مثلتش مع كريم. يعني انا مثلت مع السقا ومثلت مع عز، فهختار كريم لان الوحيد في الثلاثه اللي انا ما مثلتش معاه. يبقى سقفه كبيره وتحيه للنجم كريم عبد العزيز. طيب لو هتخرج من شخصيتك وهنجيب لك مجالات مختلفة، تختار مجال ده اللي هتكمل فيه بقية حياتك. أوكي. تختار ايه؟ تبقى مطرب زي الهضبة عمرو دياب، ولا فنان زي الزعيم عادل امام، ولا رجل اعمال زي نجيب ساويرس؟ ما انا اخترت قبل. انت قصدك بقى في مهنة تانية؟ مهنة بقى تانية. اه طيب يبقى نستثني الاستاذ عادل. ليه؟ لانه نفس المهنة. طيب نستثني استاذ عادل امام ولو اني يعز علي. لا لا، يعني انا لو هختار والاختيار مفتوح ومهنتي من ضمنهم هختار عادل امام. لا ما احنا لو قلنا بره مهنتك، بس برضه انت تقول لا هرجع مهنتي تاني. الكلام ايه؟ فراغ بنيه. والله يعني لو انت اختار بما فيهم. لو انت لسه بيبي فيس، اوكي، لسه صغنون ماشي، ولسه ما بقتش اصلا ممثل، اه، وقدامك ثلاث مجالات دول، تختار ايه؟ ممكن تختار تاني الزعيم. طبعا اختار الزعيم. بس كده يبقى الزعيم. لا انت قلت لي بعيدا عن المجال. لا لا اختار الزعيم طبعا طبعا. طيب اخر سؤال اتفضلي. لو افترضنا انك مش متزوج، اوكي، والستات اللي هيطلعوا على الشاشه دلوقتي دول مش متزوجات، اوكي اوكي، فانت تختار واحده منهم، وكل واحده هتختارها تطير اختها وتفضل بنت عمها وتيجي اختها وكده، تختار مين؟ منى شلبي او نيللي كريم؟ اختار منى شلبي. منى شلبي. اختارت نيللي. اصل منى يعني جزء كبير من حياتي. منى شلبي احنا مع بعض في المعهد، انتيم لغايه امبارح. طيب
بعد ما طارت نيلي كريم ففضلت معانا منى شلبي ودخلت على السباق هند صبري، تختار مين؟ خلاص كفايه منى بقى خدت حقها و... خلاص على يعني... طول دي كانت لسه صاحبتي. بص لا دي يا حبيبتي بس هي اصل احنا انت مش فاهمه احنا ثلاثه يعني انا ومنى وهند يعني ممكن يعني مع بعض طول الوقت يعني لو بيتضاف علينا حد بتبقى مراتي لكن غير كده انا ومنى وهند في بيننا علاقه وكيمياء غير عاديه فانت حطاني في اختيار صعب فبما اني اخترت منى في المره اللي فاتت بس لسه الفنانات مكملين معانا كتير والله فخلي بالك وركز في اختيار دي هتلبسها خليني المره دي اختار هند طيب يبقى هند صبري طيرت منى شلبي وما بين هند صبري زادت منى زكي فنختار مين انت يعني اسئلتك صعبه قوي بس حلو حلو والله ما عارف يعني كل ما تيجي واحده بقى تروح مطيره ما انا عماله اقول بقى يعني مش معقوله كده تيجي جنبها تطير اختها مفيش استقرار في حياتنا كده خالص حاول انت تستقر اهو الفرصه قدامك منى زكي منى زكي طيرت الصبر هنمشيها كده بقى لا انت كده مش عايز تخسر حد بقى ولا ايه؟ ليه؟ هتمشيها تبقى اديله توفيق؟ ما ليه؟ لا طيب ودخل معانا الصاروخ ارض جو غدا عبد الرازق قدام يسمع احلى التحيه والسلام عشان هما بيضحكوا ليه يعني اصل غدا جامده برضه هما حاسين دي ما تتفوتش برضه غدا صراحه يعني كان نفسي تستقر في المرحله دي بس يعني بتصعبوها عليا معلش بس يعني ممكن يعني نستقر شويه يعني خليني منى منى زكي طيرت غدا عبد الرازق يا منى يا جامده طيب رانيا يوسف ومنى زكي دي الفقرة كوميدي قوي يعني الفقرة كوميدي قوي اهو حته اسكندراني كده ايه من عند الفلاح اهو جايب الفلفل بتاعه شوف والله يعني منى بقى لها فترة معانا يعني فخلينا ناخد رانيا شوية ودخلت رانيا طيرت منى شوية ومين رانيا ودر مش فاهم يعني اصل يعني احمد رزق ما بتعملش ان هما يضحكوا كانت فين المرحلة دي زمان؟ كانت فين؟ مرحلة وش القفص والله يعني مش عارف أقول لك إيه والله يعني الاتنين يعني وتك الاتنين حلوين قوي بس يعني لا خلينا مع رانيا شوية ورانيا طيرت درة ولسه مكمل معانا الواد الإسكندراني الحراق ونشوف مين هيدخل قدام رانيا تاني رانيا وزينة اهو بيقولوا لك جامده سامع في مساعدات جامده في واحده شكلها قريبتها جامده والله العظيم انتم صعبينها قوي معلش وبعدين هي بتخلص امتى الفتره ما احنا عايزين نعرف مدى ثباتها الانفعالي وفاضل اسم واحد فركز في القرار يعني هتختار حد ويفضل حد فيفضلوا حدين وانا وانت ورقصني يا جماعه يعني اللي جاي ده النهائي اللي جاي بعد ده رانيا ولسه رانيا مكمله معانا لثالث مره ومين رانيا ومي عز الدين ايه رايكم
اهو الاسكندرانيه قدام بعض، شوف هتختار جمهوري جمهوري ما اقدرش. اختاروا مين؟ اختاروا مي. اختاروا مي. بعدين رانيا برضو كملت برضو فترة قعدت شوية تروح السنة مع اختها آه. وبكده تبقى مي عز الدين طيرتهم كلهم وقعدت هي مع احمد رزق. وهنطلع فاصل ونرجع لكم بسرعة، استنونا. رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين في الحلقه الاقرب لقلبي اللي بقي وجعني فيها من كتر الضحك. هنلعب دلوقتي لعبه مع بعضينا يا احمد. غير اللعبه اللي فاتت؟ لا غير اللعبتين اللي فاتت. اوكي نحب اللعبه قوي. شوف بقى هنخسر مين. وانت حماده وحماده بيعمل ايه؟ بيلعب بس كده. طيب دلوقتي هنلعب ابجد هوس. ايه اللعبه دي؟ ايه اللعبه دي؟ دي اغنيه. اللعبه دي عباره عن الحروف الابجديه، انت عارفها؟ اه صح؟ اه طبعا حافظها؟ اه. طيب هناخد الحروف دي ونقول بيها كلام نعمل منه قصه. فاهم؟ ده دلوقتي واحنا قاعدين. دلوقتي يعني انت مثلا بتبتدي لي بحرف الالف. أوكي. قول لي جمله بحرف الالف في حكايه، كاننا مثلا تختارني بقى كاننا ايه؟ انت مثلا دكتور وانا جايه لك مثلا، ولا ماشي. صح ماشي. ماشي طيب ابتدي بيه بحرف الالف. احكي لي عن نفسك شويه. بطني تخنت قوي. تلات اضعاف كده. ده موضوع معقدني في حياتي. لا في حرف ايه؟ في ث. هتستهبلي هتنصبي. بس هي من ثلاث مرات فلسه هنكمل. ماشي عشان انت اللي وقعتي. ها لا والله. انا شوشو حلو. عندي شوشو. يلا انا اللي هبتدي المره. اتفضل. اوكي ما اللي بيخسر بيبدا. انت عايزه تورطيني في التاه انا عارف. طيب الحقني يا دكتور. بماذا تشتكي؟ تلافيف بطني لفت على معدتي ومش قادرة. برافو عليك. ثواني وهكشف عليك. جسمي ما بيتكشفش على حد، تكشف على مين؟ لا هقولك بس. خسارة فيك الفيزيتا اللي دفعتها. ده انا عايز اكشف عليك. زبونة بقى وما صدقت اصطدتها. ربنا يعلم اللي في نيتي. زي ما انا جيت لك واعترفت لك ان انا تعبانة، زي ما هترجع لي الفلوس بتاعتي. عينيا. شوف يا دكتور. أنا قلت عين. مش معقولة يا كده نقطة ليا أنا اللي كسبت. برضو؟ ماشي أنا موافق. لا خلاص دي الفاينل. أوكي. يعني أنا كده أكسبت مرتين؟ لا أنت مرة وأنا مرة. موافق أوكي. ماشي عشان ماشي. أنت كنت المفروض تقول بحرف السين فأنت قلت بالعين فده غلط. صح. صح كده؟ صح. يلا. برافو عليك. جوجو حلوة يا ناس. جوجو حلوة يا ناس. جوجو تحب ايه؟ جوجو حلوة يا جوجو. انت ابتدي بقى والف قصة بقى انت لو انت حلو. يلا. يعني نفس اللعبة؟ لا نفس اللعبة بس لو عايز بقى قصة تانية غير الدكتور ماشي. غير الدكتور. الممرض. تعالى نعملها قصة رومانسية. ماشي يلا. أنا بحبك. بحبك.
بطل بقى. تاني مرة أقول لك وتقولي لي بطل؟ صعب الموضوع ده. إيه إيه؟ ما هي هتمة وبتتدلع. ده هتمة طبعا. إيه اللي مورطني أنا؟ لا خلاص، طب هقول لك حاجة تاني. يلا رد، قول تاني وأنا هرد عليه. تاني مرة أقول لك وتقولي لي بطل؟ سناء قالت لي إنك بتكذب عليا. سناء بالسين. لا سناء. ايه؟ سناء ندغه برضه طويله زي. انت الكسبانه، انت الكسبانه. انا اللي كسبت. مبروك مبروك. بجد؟ مبروك عليك. ادي جوجو حلو. ادي. طيب بما ان انا اللي كسبت فاحكم عليك حكم. اتفضل. انك تقلد لي اي حد. أقلد مين؟ طب أقلد على طول ولا أقول أقلد مين؟ لا قلد على طول وإحنا هنعرف. ماشي. جافي. جافي يا راد. وما جاش. شافي اللي جافي يا راجل. وبما ان انت يعني دخلت قلبي، عايزه نختم حلقتنا واحنا بنطبل وبنرقص مع بعضين. نرقص سلو؟ لا نطبل بقى، انا انت عارفني ماليش في السلو. اللي هي في الفاست. هوبا شوشو حلو. هوبا شوشو حلو. هوبا جديدة ومعانا نجم برضو جامد.